الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، سائلا ربي عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العالمين به العاملين به الداعين إليه، ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون ممن يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني هجرة التلاوة وهجرة العمل وهجرة التدبر وهجرة التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وما زلنا في رحاب سورة الزخرف صفحة رقم 492، ونبدأ من الآية التي ختمنا بها في الصفحة السابقة، وهي آية رقم 33، قوله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة وجعلنا لهم درجا عليها يصعدون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. يعني جعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون، وكل هذا متاع الدنيا، وإنما هو استدراجا لهم وفتنة وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني ولجعلنا لهم زخرفا، الزخرف هو الذهب، وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فنفعه قليل لعدم بقائه، وأما في الآخرة من النعيم هو خير لك عند ربك، وهو خير للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهو الله تبارك وتعالى يبين لك الطريقين، وبين الله تبارك وتعالى لك زينة الدنيا، هذه الدنيا بما عليها من قصور وبما عليها من فلل وبما عليها من يعني متاع الدنيا، كل هذا إلى زوال، كل هذا إلى زوال، كل من عليها فان، كل هذا إلى زوال. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. فأنت تختار أمامك، إما أنك أنت تكون من اللي بيزرع للدنيا أو من اللي بيزرع للآخر، كما قال تبارك وتعالى في الآية اللي مرت معنا: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ها، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منه وما له في الآخرة من نصيب. أنت أمامك دلوقتي أنك أنت إما تزرع للدنيا وإما أنك أنت تزرع للآخرة. هتزرع في الدنيا يبقى خلاص كده انت خدت حقك في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، ضيعت أوامر ربنا، ضيعت كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، لم تأتمر بأمر ولم تنتهي عن نهي، عايش حياتك كده وخلاص. والآخرة عند ربك للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني ومن يعش، يعني ينظر نظر غير متمكن في القرآن، أو يعيش حياة العم كأنه عايش في الدنيا أعمى عن الحقائق الباهرة وعن الأدلة الكونية المشهودة والمحسوسة لله تبارك وتعالى. يبقى ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض، يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية، اللي بيبقى بعيد عن ربنا. انت هيبقى معاك كل واحد عامة معه قرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منكم من احد الا وله قرين من الجن الا انا اعانني الله عليه فاسلم. فانت معاك قرين، القرين ده يا اما انك انت هتصاحبه وهتسمع كلامه وهتمتعه معاك، وانت كمان يعني ايه هتمشي كده على هواه، في النهاية هيتبرأ منك أمام ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ في النهاية يتبرأ منك، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما يعني الشيطان والإنسان أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فأنت معاك القرين دلوقتي، أو ممكن القرين يفهم إنك أنت إما إنك أنت اختار الصاحب اللي هيعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وإما إنك أنت تختار الصاحب اللي برضه هيعينك على معصية ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون الصاحب إيه؟ الصاحب ساحب،
الصاحب سحر، وعارفين في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الايه ونافخ الكير. فانت تختار الجليس والصديق والقرين اللي هو هينفعك عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيذكرك بالله جل وعلا. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. هو ده بقى تزيين الشيطان للانسان، يعني ان هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن لا يصدونهم عن دين الله، السبيل يعني عن دين ربنا سبحانه وتعالى، عن طاعة النبي، عن القرآن الكريم، فلا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون نواهيه ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق، ومن ثم فهم لا يتوبون من ضلاله. يعني الإنسان اللي بيقف في معصية ده هوت بتلاقي الصاحب السوء بيبين له يا عم أنت بتعملش حاجة غلط، يا عم ده انت كده ما شاء الله فيش حاجة غلط خالص، اهم حاجة عيش حياتك والكلام ده كله، فبيزين له العمل بتاعه هذا الصاحب الايه الصاحب السوء. حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني حتى اذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيا يا ليت بيني وبينك ايها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب فقبحت من قريب. قل له يا ريتني ما كنت عرفت ويا ريتني ما كنت شفتك، لانه عرف ان هو السبب ايه في ضلالي. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. فدايما ابحث عن الصديق وعن الصاحب اللي يعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني قال الله سبحانه وتعالى للكافرين يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم. يعني ما فيش حد هينفع التاني فين في الآخر، كل واحد يحاسب على عمل. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم يخاطب الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إيه قنوات الاستجابة عند الإنسان؟ قنوات الاستجابة للحق هو السمع والبصر، فإذا سدت هذه القنوات عن العمل فخلاص حينئذ لا تنفع الايه لا تنفع الموعظ، لا تنفع الموعظ، لا تعتبر القرآن ولا تعتبر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ان هؤلاء صم عن سماع الحق، عمي عن ابصاري. افأنت ايها الرسول تستطيع اسماع الصم او هداية العمي او هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني فإن ذهبنا بك بأن أمتناك قبل أن نعذبه فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ربنا تبارك وتعالى يعني ما عذب قوم قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في ايه في وسطهم صلى الله عليه وسلم، فوجود النبي عليه السلام نفسه في وسط هؤلاء القوم كان رحمه لهم من الله جل وعلا، فمنع نزول العذاب عليه. ولذلك قال تعالى فاما نذهبن بك، يعني يشاء الله تبارك وتعالى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فانا منهم منتقمون. ولكن سبحان الله قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح، بعد أن فتحت مكة وبعد أن يعني وصل الإسلام يعني في ربوع الأرض بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل النبي والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهذه وصية للأمة بأكملها في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمسك أيها الرسول بما أوحي إليك من ربك واعمل به،
انك على طريق حق لا لبس فيه. فمطلوب مننا دلوقتي كل واحد يبحث في نفسه، هل فعلا القرآن ده انا متمسك بالقرآن؟ انا حالي ايه مع القرآن؟ ها، تلاوة وتدبرا وعملا وتحكما واستشفاء. كثير مننا بعيد عن القرآن الكريم، لا بد من العودة الى كتاب الله تبارك وتعالى. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني إن هذا القرآن لذكر لك، يعني شرف لك. ما تمسك أحد بالقرآن إلا ورفعه الله تبارك وتعالى. ولذلك من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. واسأل من بعثنا من قبلك بهذا القرآن ذكر لك، يعني شرف لك، وشرف لقومك، وسوف تسألون يعني يوم القيامة هنتسأل عن القرآن ده، عن الإيمان به، وعن اتباع هدي والدعوة إليه. ثلاث حاجات: الإيمان بالقرآن، والعمل به، والدعوة إليه. أنت حالك إيه في الثلاثة دولت؟ إيمان بالقرآن، العمل بالقرآن، الدعوة إلى القرآن. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. يعني ولقد بعثنا بآية إلى فرعون والأشراف من قوم، فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. قبلوا القرآن إزاي؟ قبلوه بالترحيب كده والعمل والتدبر والفهم؟ لا، قعدوا يضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويضحكوا على القرآن الكريم. هو ده ايه؟ ده حلهم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يعني فلما جاءهم بآياتنا صاروا منها يضحكون سخرية واستهزاء. يستفاد من الآيات: رقم واحد، خطر الإعراض عن القرآن. رقم اثنين، القرآن شرف للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته. رقم ثلاثة، اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك. رقم أربعة، السخرية من الحق صفة من صفات الكفار، أعاذنا الله وتبارك وتعالى وإياكم من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، العالمين به، العاملين به، الداعين إليه. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.